كابتن هاني، قرار متأخر من الاتحاد المصري ده حقيقي. لكن قرارات في بداية الإصلاح. نتمنى يعني، احنا دايما يعني الطبيعي كان القرار ده الحقيقة اتأخر كتير جدا جدا، واعتقادي الشخصي لولا الضغط اللي عمله السوشيال ميديا ولولا الكلام في الموضوع والموضوع تطرق لأطراف أخرى، أعتقد كان ممكن الدنيا تمشي. لكن زي ما أنت بتقول نتمنى يكون بداية الإصلاح. القرار اتأخر كثيرا جدا جدا بعد يمكن احنا لسه في الاسبوع الاول من الدوري، كان في مشاكل كبيره جدا جدا، ومن قبل بدايه الدوري الحقيقه كان النادي الاهلي سباق ان هو يقول يا جماعه للعداله للجميع. لما النادي الاهلي بيطلب خبير اجنبي هيقول لك ما الخبير الاجنبي جه قبل كده وما نفعش. ما نفعش ليه؟ ما انت لازم تدور على اسباب ليه الخبير الاجنبي ما نفعش. ده حارب من قبل ما يجي مصر ده اللي بتكلم عليه. هل توفر له كل الامكانيات، الاجواء اللي حواليه، الناس بتساعده، الناس بتحاول معاه انه يقوم هذه المنظومه ولا لا؟ فهو ده هو ده الاساس. فاعتقادي الشخصي ده يمكن سيناريو يمكن يكون رباني ان الجزئيه دي تحصل للكابتن محمد عادل بكل السيناريو بتاع القصه يحصل، علشان يأكد للناس ان يعني النادي الاهلي بيتكلم باسم الجميع. النادي الاهلي ما بيتكلمش باسمه عايز خبير اجنبي عشان النادي الاهلي، لا، بيتكلم من لصالح الكره المصريه، لصالح الدوري العام بشكل خاص. اتمنى القرار دوت يعني يكون بدايه زي ما انت قلت يا اسامه للاصلاح لمنظومه مهمه جدا 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 لكره القدم المصريه وللدوري المصري بالفاليو والقيمه الكبيره للدوري المصري اكيد هتعلى لو عندنا حكام على مستوى عالي. كابتن عماد، ياسر عبد الرؤوف رئيس اللجنه، توفيق السيد، تامر دري، عزب حجاج، عندهم ازمات كتير خلال الفتره اللي جايه، وجايين في فتره صعبه جدا وفتره مهمه جدا علشان يقدروا يحتووا، وخلي بالك حط تحت يحتووا دي عشان احنا كلمه احتواسي معناها كتير، يحتووا ازمات موجوده فعلا في الساحه الرياضيه. اكيد عليهم ضغط كبير، لكن محتاجين يا اسامه للحمايه. اي لجنه من لجان اتحاد الكوره هي محتاجه لحمايه، والقرار اللي طلع هو طلع من اتحاد الكوره. يعني انت اكتر حد بتوفر الحمايه، لجنه الحكام بتوفر حمايه للجنه مسابقات، بتوفر الحمايه للعيبه للانديه، انت المنوط بكل شؤون الكوره يعني. فلجنه الحكام لازم يتوفر لها حمايه ودعم كمان، زي ما احنا بنتكلم على التطوير في 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 مدربين، في لعيبه، في ملاعب، كمان نتكلم في تطوير الحكام المصريين. عندنا كفاءات وعندنا حكام بغض النظر عن الاخطاء اللي بتحصل، سواء كانت مقصوده او مش مقصوده، سواء كان فيها زي ما انت بتقول يا اسامه احتواء او عدم احتواء، لكن في الاخر انت الحكم، انت القاضي اللي موجود في الملعب، انت اللي بتاخد القرار، انت اللي معاك الصفاره، انت اللي القرارات بتاعتك ممكن تكسب فرقه وممكن تخسر فرقه 3 بونت وتضيع مجهود نادي ولعيبه وجهاز فني وادارات وفلوس اتصرفت، وتدي للي ما يستحقش المكسب ده، تدي له نتيجه مباراه هو لا يستحق ان هو يكسب يعني. لكن على كابتن ياسر عبد الرؤوف ليه طبعا كل الدعم اكيد من اتحاد الكوره، وليه كل طبعا المسانده، واتمنى لهم طبعا اكيد التوفيق ان شاء الله ان هم يقدروا يعيدوا تاني الواجهه المشرفه للحكام المصريين ان شاء الله. بس يعني النادي الاهلي دايما صاحب رؤيه مستقبليه. في شهر 9 في اجتماع رابطه الانديه الكابتن محمود الخطيب وبعديه رؤساء الانديه كلهم طلبوا وجود خبير اجنبي عشان اداره التحكيم المصري. النهارده الاتحاد المصري اتاخر، النهارده الاتحاد المصري اصبح في ازمه وبدا يحل الازمه. طب النهارده لو انت اشتغلت من بدري زي ما النادي الاهلي قال لك، والنهارده الخبير الاجنبي ده جاي على الناس كلها ما يعرفش حد، جاي علشان يقف جنب التحكيم المصري، ده درس جديد لاتحاد الكوره برضو نتعلمه من اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي عندها فيجن، دايما بتدور على العداله، تحقيق العداله، تطوير المنظومه الكرويه في مصر بشكل عام. خبير اجنبي علشان ايه؟ عشان يطور الحكام، علشان يبقى عنده عين ثانيه، عين مختلفه، عنده افكار، عاش في اوروبا والتحم بالدوريات الكبيره والاحتكاك، فبالتالي هينقل خبراته. فاداره النادي الاهلي ده درس نتعلم منه، ازاي ان احنا ناخد قرارات سريعه، ندرسها بشكل اسرع، نحللها بشكل اسرع، ما نستناش لما نقع في مشكله كبيره بالشكل دوت مع بدايه موسم المفروض ان هو يعني موسم قصير مش زي المواسم الماضيه.
فبالتالي محتاجين قرارات اسرع من كده يا كابتن اسامه. والاهم بقى من كده ان احنا نكمل على يعني على تطبيق العقوبات وبشكل اسرع وتطوير بقى الحكام. واعتقد التغيير اللي حصل ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي. بالتالي انا شايف ان هيكون درس قاسي لكل الادارات التحكيميه ان هي تشتغل بشكل افضل الفتره.